فإذا كنا قلنا إنه determined فيني يجيبه حسب أي رو أي كولم، رح نيجي نحن هون مثلا ننقي تاني رو مش أول رو. تتذكروا هدول البلس مونس اللي حطيناه هون؟ هيك رح نعمل. الزيرو شو رح يكون فيه قدامها بلس؟ هيدي شو رح يكون فيه قدامها ماينس؟ بلس بي ماينس. فإذا الديتيرمنت شو رح يعطيني؟ ماينس لثري، بشطب الرو اللي أنا نقيته مع الكولم، شو رح يضل معي؟ 2 1 0 1. شو بجيب له؟ بجيب له الماتريكس أو بجيب له الديتيرمنت. هذا رح يكون معي هو مين بالأساس؟ هو الام 2 1. مع هيدي الماينس شو بيكون عطاني؟ بيكون عطاني السي 2 1. نرجع بلس الماينس 1، شطبت الرو، شطبت الكولم، ضلت معي الماتريكس 0 1 4 1. بدنا نجيب له الديتيرمنت، هيدا حيكون عبارة عن مين؟ عن الـ M22. نرجع عند هيدي الـ 2 قدامها شو حيكون فيه؟ ماينس. بنشطبها هي، بنشطب هيدا اللي هون حيضل معي 0 2 4 0 وبنجيب له الديتيرمنت، هيدا حيعطيني مين؟ حيعطيني الماينر M23. فإذا كأنه الـ A21 مضروبة بالـ ماينس M21، الـ ماينس M21 هي مين؟ هي C21 بلس A22 مضروبة بمين هيدا؟ هيدا حيعطيني C22، وهون بلس A23 مضروبة هيدا معها حيعطيني C23. فإذا نكون أنا جبت مين؟ جبت الديتيرمنت، أوكي طلعوا طلعوهم بالأول، حيعطيني ماينس 3 مضروبة، هيدي 2 ماينس 0 حتضلها 2، هيدي ماينس 1 0 ماينس 4، وهون ماينس 2 0 ماينس 8. إذا طلعناها شو عم يعطيني؟ 14، مثل الجواب اللي طلع لي من فوق. فإذا أنا بالديتيرمنت فيني نقي حيالا رو حيالا كولم، بس كتير مهم شو، وما بقى نفوت بشغلة M21 و A21 وهيك، لا. كيف نقيت هيدا الكولم مثلا؟ اوكي انتو جيتوا نقيتوا هيدا الكولم، شو حتبلشوا؟ حتبلشوا بلس ماينس بلس. فاذا هيدي فيها بلس، هيدي قدامها ماينس، هيدي شو في قدامها؟ قدامها بلس. فرح نيجي نقول بلس 1، بنشطب الكولم اللي مارق بال1 والرو اللي مارق بال1، حيضل معي الديتيرمنت لهي كتبناها. بعدين ماينس 2، بنشطب الرو والكولم اللي مارقين بال2، حيضل معي 0 2 4 0، نجيب لها الديتيرمنت. وعندي بلس 1، نشطب الكولم، نشطب الرو، شو رح يضل معي؟ هيدي الماتريكس هون. يلا بنيجي بنطلع لها الديتيرمنت، حيعطيني 0 ماينس ماينس 4، هي حتعطيني 0 ماينس 8، وهيدي 0 ماينس 6، كمان حتعطيني 4 بلس 8، اوكي 4 بلس 16 ماينس 6، يلي هي قديش؟ هي 14. فإذا هيك نحن شو بنطلع؟ بنطلع الديتيرمنت. بيجي بقول لي بالريمارك إنه أنا الرو أو الكولم كيف على اي اساس بنقيهم؟ اول ما بلشنا بلشت على اساس اول رو، رجعت نقيت ثاني رو، رجعت هون نقيت ثالث كولم. طيب نحن كيف بنعرف كيف بدنا ننقيها؟ بيقول لي الرو او الكولم اللي اكثر شيء في بقلبه زيروز هو يوجولي ذا بيست تشويس فور اكسبانشن باي كوفاكتورز، لانه اللي فيه زيرو فرضا، افترضوا هيدي زيرو، اوكي ما بقى في داعي طلعه، افترضوا هيدي زيرو، شو هذا؟ ما بقى في داعي طلعه. مثل لما بلشنا هون اول وحده بلشنا فيها، هيدي قدامها زيرو، فما كان في داعي طلعها بالمره، خلص زيرو مضروب مع حيلا شيء، شو رح يعطيني؟ حيعطيني زيرو. فاذا انا لما بدي طلع الديتيرمنت بنقي اكثر رو او اكثر كولم في بقلبه زيرو، مثل هيدي الماتريكس A. طلعوا هيدي صارت معي 4 باي 4، ال 4 باي 4 هي شو؟ اذا بدنا نمشي بالاساس حتعطيني بلس 1 مضروبه، بشطب هي كلها وبشطب هي كلها الديتيرمنت لهيدي ال 3 باي 3 ماتريكس. نرجع ماينس للماينس 2، بنشطب هيدا الرو، هيدا الكولم كمان حتكون معي ماتريكس اوف اوردر 3، حيكون الديتيرمنت صعب طلعه. مشان هيك لاحظنا انه الثيرد كولم اكثر شيء في بقلبه زيرو، في بقلبه 3 زيروز. فاذا وين بنروح بننقي؟ بننقي الثيرد كولم. يلا جيت ونقيت الثيرد كولم، شو حيكون في عندي؟ بلس ماينس بلس، هذول ما في داعي حتى لهم شيء لانه كلهم زيرو. فاذا حيكون عندي بلس 3، بنشطب الرو والكولم اللي مارقين بال 3، شو راح يضل معي؟ حيضل معي ماينس 1 1 2 0 2 3 3 4 ماينس 2، ليكو هيدا صار فيني طلع هدول، ليكو ما بكتبهم ليش؟ لانه قدامهم 0 0 0 ما في داعي طلعهم. طيب جينا على هي، جيت نقيت اول رو بلس ماينس بلس، شو راح يعطيني؟ حيعطيني ماينس 1 مضروب، بشطب هيدا الرو وهيدا الكولم، حيصير معي ماينس 4 ماينس 12. بعدين ماينس 1 بشطب هيدا الرو وهيدا الكولم، حيعطيني 0 ماينس 9. بعدين بلس 2 بشطب الرو بشطب الكولم، حيعطيني 0 ماينس 6، يلي حيعطيني الديتيرمنت لإلى قديش؟ 39. طيب فإذا لما نحن بدنا نطلع الديتيرمنت بننقي شو؟ بننقي الرو والكولم الأكثر شيء في بقلبهم زيروز.
في عنا رول لحتى نطلع الديترمنت لماتريكس اذا كانت معاها 3 باي 3. هل هاي الرول انا ما كتير بحبها لانه بحسها بتضيع وقت وهيك يعني بتضيع وقت وممكن الغلط فيها. شو بتقلي معي هيدي الماتريكس A بدنا نجيب لها الديترمنت، ليكو الـ A كتبتها هون وبرجع بكتب اول اثنين كولوم بالـ A، ليكو اول اثنين كولوم بالـ A برجع بكتبهم. شو رح نيجي ناخد؟ رح نيجي نعمل، شفتوا هيدا الدياجونال، هيدا الدياجونال وهيدا الدياجونال، مجرد ما يخلصوا اول ثلاثة خلصوا معي، اضربوا الماينس 1 ضرب 2 ضرب ماينس 2 شو رح يعطيني؟ حيعطيني 4. اضربوا هودي ببعضهم شو رح يعطوني 9، واضربوا هودي ببعضهم حيعطوني 0. بنرجع ناخذ الدياجونال بالعكس، هاي وهاي وهاي ونضربهم ببعض شو رح يعطيني؟ حيعطيني 4 تايمز 3 اللي هي 12، هون حيعطيني ماينس 12 وهذا حيعطيني 0. بهيدي الرول شو بتقلي؟ بجمع اللي موجودين تحت اللي هي 4 بلس 9 ماينس 0 بعمل لهم ماينس اللي طلعتهم فوق ماينس 12 ماينس 12 ماينس 0، فاذا الديترمنت رح يطلع لي بالاخير حيطلع لي 13. فاذا هيدي الرول انا ما كتير بحبها بس انه حلو انكم تعرفوها. اوكي؟ فاذا هذه هي هيك بنعملها ان جنرال.